معاكم المايسترو راشد المشير، واحنا ان شاء الله راح نكون بحفل افتتاح في مهرجان صيفي ثقافي 12، ونحب نشكر المجلس الوطني على الدعم والرعايه وعلى اتاحه الفرصه لي لاكون في حفله الافتتاح. واحنا طبعا هالمره مع نخبه من المطربين النجوم الكويتيين. السلام عليكم، ben Necip Gülsün. Türkiye'de aranjörlük ve keman eşliği etmekteyim. Şu anda bugün Maestro Raşit Bey'in kurmuş olduğu orkestrayla güzel bir konser vereceğiz. Tabii ki bildiğiniz için geçen sene de burada Raşit Bey'le eşlik etmiştik sizlere. Bugün de Mısır, Kuveyt ve Türkiye'den eşlik eden müzisyen arkadaşlarımızla sizlere müzik şöleni sunacağız. Çok teşekkürler. اكفني شر الغياب واكفني شر نفسي لسعة مرة بشقاي يعني لو مرة طلبتك خليني قصدي افهم وقتها خليك معاي. مرحبا، معاكم حمد المانع في المهرجان الصيفي الثقافي 12 المجلس الثقافة والفنون والأداب. طبعا هذه مشاركتي يمكن تقريبا الثالثة والرابعة مع المجلس، بس هالمشاركة تختلف عن غيرها لأن في مجموعة كبيرة من العازفين من برا، من تركيا ومن مصر ومن الكويت بقيادة المايسترو الدكتور راشد نويشير، وإن شاء الله راح نقدم أغاني كلها أغاني كويتية، في منها من التراث وفيها من الأغاني الخاصة فينا. أتمنى أن نكثف من هذه المهرجانات بحيث أن تثري الساحة الفنية الكويتية، ويا رب يوفقنا يا رب. يا أهلا مرحبا فيكم، معاكم عمار الشمري. إحنا إن شاء الله في افتتاح مهرجان صيفي 12، وإن شاء الله بتشوفون فيه إن شاء الله خلطة حلوة بالمدلي، بنسوين مدلي حق الإيقاعات إن شاء الله مع مقطوعة تركية بيكون فيها إيقاعات كويتية بحتة، وإن شاء الله بنسوي فيها خلطة وايد حلوة وإن شاء الله أنها تعجبكم بإذن الله. لك أحبابك، لك ناسك، لك اللي شغلينك بالهوى عني، ولي الله يا مشغول وشاغلني. طبعا مثل ما انتم شايفين حاضرين اليوم ويانا البروفة، طبعا هذه البروفة حق الحفل إن شاء الله اللي راح يقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. طبعا الحفل من مجموعة دول، الفرقة طبعا من مجموعة دول من تركيا ومن مصر ومن الكويت عازفين طبعا بقيادة المايسترو دكتور راشد نويشير. فايت على بابي سلطان زمان خاين ولا أدري ليه الخيانة، خاين ولا أدري ليه الخيانة. كمل باقي الأغنية بالحفلة إن شاء الله. شكرا.